معانا على التليفون الأستاذ عبد الرحمن عبادي، مسؤول ملف التعليم العالي في جريدة الأهرام. هيكلمنا أكتر عن المؤشرات الأولية للتنسيق ولشرايح الطلبة والمراحل المختلفة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ نيان، على حضرتك وعلى السيدة المشاهدين. أهلا بيك. هل نقدر نتكلم كده بشكل مبدئي عن مؤشرات التنسيق السنة دي في ضوء نسبة النتيجة؟ طيب، هو مؤشرات أولية، احنا ممكن نتكلم عن مؤشرات أولية لأن حتى هذه اللحظة لم يتم عمل ما يسمى بالمجمع التكراري لأعداد الناجحين وإضافة الطلاب الحاصلين على الحافز، ودول عددهم كبير مش قليل السنة دي، يعني أكثر من 880 طالب. دول قد يكونوا هيأثروا على شرايح العليا شوية، لكن الرؤية العامة في ضوء الإحصاءات اللي أعلنتها وزارة التربية والتعليم أمس تشير بوضوح لأن هناك ارتفاع في الحدود الدنيا للقبول بالكليات التي يقبل عليها الطلاب، اللي هي كليات القطاع الطبي والكليات الهندسية، عن العام الماضي. ليه هذا الارتفاع؟ لأن أنا عندي نسبة شرايح أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع كبيرة أكبر من السنة اللي فاتت بشكل ملحوظ. فعلا يعني معدلات النجاح والمؤشرات المبدئية حسب ما سمعنا بتقول إن معدلات النجاح أعلى من السنة اللي فاتت والدرجات أعلى. معدلات النجاح أعلى، لكن مش ده كمان الفيصل. الفيصل الأكبر عندي هو عدد الطلاب اللي نجحوا. دول مجاميعهم إيه؟ دول شرايحهم مجاميعهم أكبر من العام الماضي بصورة لافتة جدا. يعني لو أنا هجيب بس كام رقم كده يوضحوا نسبة الزيادة. يلا بينا. يعني أنا عندي عدد اللي حاصلين على 90 ل 95% كانوا السنة اللي فاتت 3 و6 فقط من إجمالي الناجحين. السنة دي بقوا 5 و57. عدد اللي حاصلين على 85% لغاية 90% كانوا السنة اللي فاتت 6%، السنة دي 9 و84%. حلو قوي يعني الكلام ده. رقم عالي. احنا بنتكلم يعني هنا على شعبة العلمي والأدبي الاثنين. خلي بال حضرتك، احنا بنتكلم دايما في شريحة الحاصلين على 90%، النسبة الأكبر بتاعتهم بيبقوا طلاب علم علوم، وفي جزء علم رياضة، وعدد محدود بيبقى من طلاب الأدب. تمام. في الشريحة دي تحديدا. تمام. الأرقام الأولية بتقول لي أنا عندي حوالي 35 ألف طالب حاصلين على 90% فيما فوق. أيوة. 35 ألف طالب دول معظمهم بيتركزوا في شريحتين، في علم علوم وعلم رياضه. تمام. لو حولنا التطبيق المؤشرات والنسب دي لارقام على توقعات الحد الادنى، وبالمناسبه دي توقعات اوليه لان لسه هيكون في توقعات ادق بكتير لما تبدا وزاره التعليم العالي خلال الساعات المقبله تستلم نتيجه الثانويه العامه وتبدا بتعمل حاجه اسمها ما يسمى بالمجمع التكراري للناجحين. مجمع التكراري للناجحين ده بيحدد عدد الطلاب اللي حاصلين على كل درجه في شعبة علم علوم لوحده وعلم رياضة لوحدها وأدبي لوحده، وفي ضوءها بتحدد الحد الأدنى للمرحلة الأولى، وبتحدد أيضا أعداد المقبولين بكل قطاع. لكن تمام. الرؤية الأولية عندنا بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا أن هناك ارتفاع في الحدود الدنيا للكليات الطبية والهندسية عن العام الماضي لن تقل عن 1%، يعني عن 4 درجات أعلى من السنة اللي فاتت. يعني لو إحنا بنتكلم في كليات الطب السنة اللي فاتت كانت 91 و97% مثلا، يبقى احنا بنتكلم على 92 وشوية. ايوه. وهكذا في جميع الكليات الطبية. جميل. وفي الكليات الهندسية. ده احنا عايزين نكلم الناس ونقول لهم يعني من دلوقتي ان يكون في مرونة، بمعنى انا عندي عدد كبير جدا من الطلبة والاماكن اللي موجودة في الكليات ممكن تكون محدودة، دي حقيقة. طيب انا النهاردة أأهل إزاي ذهن أولياء الأمور والطلبة نفسهم إنه مفيش مشكلة إنك لو ما جالكش طب أو هندسة، ممكن عندنا النهاردة مجالات كبيرة، يعني إحنا كأجيال فاتت بنحسدهم على عدد يعني الكميات الكليات والتخصصات المختلفة والمجالات الجديدة اللي بقت موجودة. عايزين برضو نوضح للناس المنطقة دي. طيب قبل بس ما نتكلم عن فكره التنوع الكبير قوي اللي في منظومه التعليم العالي في المصريه في الفتره دي، أيوة. نتكلم عن حته مهمه جدا قد تكون غائبه عن ذهن كثير من اولياء الامور والطلاب. دايما الطلاب بيتكلموا عن ان الحد الادنى للقبول ان وكان وزاره التعليم العالي هي اللي بتحط حد ادنى، أيوة. تلزم به الجميع علشان ترفع النسب او الكلام ده كله. تمام. لا، احنا منظومه التنسيق عندنا في مصر هي منظومه تنافسيه، مسابقه مركزيه. أيوة. بيدخل الطلاب بيكتبوا رغباتهم
ووفقا لرغباتهم بيتم توزيعهم على الاماكن المتاحه في كل الكليات. يعني مثلا لو انا عندي كليات الطب طاقتها الاستيعابيه عدد اساتذتها اماكنها معاملها تكتفي فقط ب 10,000 طالب، انا مش هقدر اديها اكتر من كده بكتير، ممكن ازودهم مثلا 1000 طالب لكن ما اقدرش ازود 15 20,000 طالب. صحيح. وبالتالي رغبات الطلاب هي اللي بتحدد الحد الادنى في النهايه، مش وزاره التعليم العالي. يعني رغبات الطلاب لو الطلاب كلهم دخلوا كتبوا طب فطبيعي جدا ان اعلى 10,000 طالب مثلا اللي هم لهم اماكن هم اللي هيدخلوا، واخر واحد فيهم هيبقى هو مجموعه الاكثر، يعني هو اللي هيقفل كليات الطب. ده بالنسبه كنا زمان يا استاذ عبد الرحمن كنا بنبتدي مثلا اللي عايز يدخل طب يبتدي يكتب طب لحد اسيوط لحد الاقصر، محافظات تانية ممكن تكون بعيده عنه بس عشان يضمن وجوده في الكليه اللي هو عايزها. هل ده مازال متاح النهارده ولا بيبقى المساله محكومه بالبعد الجغرافي على حسب انت عايش فين او بيتك فين؟ بص حضرتك، هو في توزيع جغرافي لكن النظام التنسيق الالكتروني بيسمح للطالب انه يكتب لغايه 75 رغبه. جميل. يعني يكتب كل كليات الطب اللي على مستوى مصر، وانا ده النصيحه اللي هنصحها للطلاب عند تسجيل رغباتهم. ايوه. ان هو لما يجي يسجل رغباته ما يخافش من فكره ان هو هيكتب رغبه بعيده عن سكنه، لانه فيه بعد مرحله التنسيق مرحله اسمها تحويلات تقليل الاغتراب. أيوة. بتتيح للطلاب العوده للكليات المناظره في تخصصهم. يعني لما تيجي تكتب كليه طب واحده ما تكتبش كليه طب القاهره وعين شمس وحلوان مثلا لو انت من القاهره بس وتسكت، لا. أيوة. لازم توصل بعدها على طول بقيه كليات الطب على مستوى مصر علشان تضمن فرصه لو كان ليك فرصه مجموعك سمح انك انت تدخل ما بين اللي ملتحقين بهذه الكليات. طيب ايه، انا عايزه كمان نصايح حضرتك من خلال الاخطاء الشائعه اللي الطلبه ممكن بدون قصد كانوا بيقعوا فيها السنين اللي فاتت، تنصحهم بايه عشان ده ما يتكررش؟ هي اكبر خطا هو خطا ان هو ترتيب الرغبات بشكل غير دقيق. ودي بترجع ان غالبا في جزء كبير من اولياء الامور والطلاب بيسيبوا نفسهم لمحلات او لسيبرات اللي هي بتعمل تسجيل الرغبات الالكترونيا، او بيحاول يسجل من غير ما يقرا الدليل اللي موجود اصلا على موقع التنسيق الالكتروني. يعني معلش ادي لنفسك فرصه قبل ما تدخل تسجل رغبات، انت اول ما هيفتح لك موقع التنسيق هيبقى قدامك اكتر من 6 ايام تسجل فيهم رغباتك، فقبل ما وممكن تعدلها في اي لحظه بالمناسبه. صحيح. فانت اول حاجه ما تديش رقمك السري لاي حد مهما كان، لان احيانا بعض الطلاب بيهزروا مع بعض وبيغيروا رغبات بعض. دي كوارث كتيره بيواجهها مكتب التنسيق. طالب يفاجئ ان هو قائمه الرغبات بتاعته اتكتبت غير اللي هو عايزه في اخر حاجه. طالب كان مدي رقم السري اللي موجود على الشهاده لزميل، رقمك السري اللي على الشهاده اللي هتستلمها من المدرسه ده رقم خاص بيك. اوعى تديه لاي حد لانه ده اللي بيحدد مستقبلك ومعاملتك مع وزاره التعليم العالي لغايه لما تتم اجراءات القيد والقبول بالجامعه. النقطه الثانيه، قبل ما تسجل رغباتك في دليل ارشادات واضح بطريقه التسجيل موجود على موقع التنسيق الالكتروني بيوضح لك كل خطوه لازم تعملها، اقراه بعنايه شديده قبل ما تسجل. ثالث نقطه رتب رغباتك صح. يعني لما تيجي انت عايز تخصص بعينه اكتب كل الكليات المتاحه من هذا التخصص قبل ما تتنقل على النقطه الثانيه. انت ناوي تدخل جامعه خاصه او اهليه او لسه بتشاور عقلك، انت لسه بتشاور عقلك وما انتش قادر، ما تسيبش فرصتك في تسجيل رغباتك على موقع التنسيق الالكتروني، لان هذه الفرصه سيترتب عليها حاجات كتير. انت لو خسرت فرصتك في تسجيل رغباتك في حصول على فرصه في الجامعات الحكوميه، للاسف لو انت ما قدرتش تمشي في اول بعد اول سنه في الجامعات الخاصه. أيوة. او ثاني سنه او رحت بره او عملت اي حاجه، مش هتعرف ترجع تحصل على فرصتك اللي انت فقدتها. ليه؟ لان نظام التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات الحكوميه هو خاص بالطلاب خريجين الثانويه في نفس السنه. تسجيل الرغبات، طريقه ترتيب تسجيل الرغبات زي ما قلت لحضرتك ان هو انت قدامك 75 رغبه. أيوة. لازم تملاهم، تحط الاولويه وفقا للحاجه اللي انت عايزها. وقبل ما يختار، قبل ما يختار التخصص، مش مهم السمع عن التخصص ان هو التخصص ده ماشي حاله في السوق او عليه طلب كبير، لازم يفتح يقرا نوعيه الدراسه، هل هي تناسبه وتناسب امكانياته ومهاراته هو ولا لا. النقطه دي مهمه جدا حضرتك اشرت اليها. فيها حاجه مهمه جدا احنا عايزين نقول وفقا لخبراتنا في السنوات الماضيه. ايوه. للاسف في عدد كبير من الطلاب بيستخسر مجموعه الكبير، يقول لك انا جايب مجموع كبير في الثانويه العامه، ازاي ما اكتبش طب؟ ازاي ما اكتبش هندسه؟ ازاي ما اكتبش صيدله؟ تمام؟ وللاسف بيدخلوا بعد سنه اولى اما بيغيروا مسارهم او بيتعرضوا للرسوب، انا عندي نسب الرسوب بتبقى مرتفعه جدا جدا في كليات الطب بعد السنه الاولى، دي
سببها ايه؟ سببها الرئيسي ان الطالب اعتقد ان مجموعه كان كافيا للالتحاق بالكليه. صح. للاسف صح. احنا عندنا قطاعات الكليات بتبقى محتاجه مهارات، انت لو عندكش المهارات دي عمرك ما هتعملها. صحيح. انت لو صحيح. غشيت في الامتحان اللغه في الانجليزي ودخلت الكليه كل دراستك بالانجليزي عمرك ما هتسلك فيها. شكرك. انا عندي كل كليات اللغات فيها نفس النقطه دي. صح. ارتفاع نسب الرسوب بعد السنه الاولى، فلذلك صح. فكره استخسار المجموع دي نتمنى انها تنتهي، وان كان هناك تغير لانه هو يعني بيضيع على نفسه فرصه انه يختار المجال اللي يناسبه، في نفس الوقت بيضيع على طالب تاني فرصه انه هو يكون موجود في المكان اللي يعني يناسبه برضه. فاشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن عبادي المتخصص في ملف التعليم العالي جريده الاهرام، شكرا جزيلا لحضرتك.